الحالة الوبائية اللي وصلنا لها اليوم الأحد في أمس في المساء، واللي كتحد في مجموعة ديال الحالات منذ تسجيل الحالة الأولى في 2 مارس إلى اليوم 2855 حالة، بما فيها 327 ديال الحالة ديال الشفاء اللي تعالجوا من هذا المرض وخرجوا بسلام، وكذلك 141 حالة ديال الوفاة، وهذا اللي قدر الله.